على إثر تفشي وباء كورونا المستجد، تخوض دول العالم معارك قاسية ليس فقط لوقف انتشار الوباء ولكن أيضاً لإنقاذ اقتصاداتها المتعثرة. للمزيد عن حركة الأسواق والاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، ينضم إلينا محلل الأسواق العالمية عمرو زكريا عبدو. أهلاً بك على قناة يورونيوز. أهلاً دليل. بداية أود أن أسألك عن الصورة القاتمة التي رسمها صندوق النقد الدولي مؤخراً بتوقعاته بخسارة الناتج الإجمالي المحلي للعامين 2020 و2021 ل9 تريليونات دولار. كيف ترى المشهد المالي العالمي في الفترة المقبلة؟ طبعاً دي خسارة كبيرة جداً للاقتصاد العالمي، فبالتالي أيضا ردة الفعل هي غير مسبوقة كذلك. فبالتالي وجدنا أن الحكومات لأول مرة تفعل خطط تحفيزية من الناحية المالية والنقدية في نفس الوقت، بمعنى أنه البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة للاقتراض، وأيضا الحكومات نفسها ضخت سيولة كبيرة جدا في الاقتصاد لمحاولة على الأقل وضع أرضية يعني أسفل هيكل الاقتصاد العالمي كي لا ينهار تماما. كيف سيغير وباء كورونا من عادات أو طبيعة الاستثمارات في العالم؟ وما هي القطاعات التي يمكن أن تزدهر في المستقبل القريب؟ الجواب المختصر أن لا أحد يعرف، بكل بساطة لأنه يعني لم نصل بعد إلى ذروة هذه الجائحة، فباستثناء الصين، ولكن من شبه المؤكد أيضاً إنه عندما نتخطى البيك بانديميك اللي هي الذروة هذه الجائحة، في رأيي دليل إنه نمط الاقتصاد نفسه العالمي سوف يكون مختلف تماما. العقار التجاري مثلا سوف يتأثر بشكل كبير، ولكن أيضا القطاعات التي تساعدنا في العمل من المنزل سوف يعني تقفز بشدة، وهذا سوف يغير الكثير جدا. سنجد انه في نوع جديد من الشركات او الاسهم اللي هي اسمها stay at home stocks، اللي هي الاسهم التي يعني تجعلنا نعمل بشكل اكثر كفاءه من المنزل. فاذا اخذنا مثلا شركه زوم، واحده من الشركات مرتفعه بحوالي 106%، مايكروسوفت يعني ارتفعت بشكل رهيب جدا، يوميا 40 مليون مستخدم يستخدم سوفتوير بتاع مايكروسوفت تيمز. نوع جديد من العقار بدأ يكسب تدفقات كبيرة جدا من رؤوس الأموال، وهو ما يسمى بالديتا فارمز أو سيرفر فارمز. هذه العقارات اللي هي تستضيف السيرفرات، الخوادم الحاسوبية للشركات الكبيرة زي جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك والجماعة ديل، فهذه الآن أسهمها يعني طالع بشكل رهيب. بالانتقال الحديث عن أوروبا، ظهر مؤخراً ما يسمى بسندات كورونا، وهي أداة جديدة للدين رفضتها ألمانيا وهولندا، وهي أيضاً محط جدل بين دول الاتحاد الأوروبي. لأي درجة يمكن لهذه السندات أن تخفف من وطأة الأزمة التي تعصف في أوروبا اليوم؟ بالنسبة لمقترح سندات كورونا، هي باختصار سندات أوروبية تتحمل كل الدول الأوروبية ودول منطقة اليورو المسؤولية عن السداد هذه السندات. في معارضة من الدول خاصة في شمال منطقة اليورو، تحديدا ألمانيا وهولندا، لأن الملاءة المالية بتاعتهم أكبر وتكلفة الاقتراض من أسواق المال أقل بكثير جدا مثلا من دول اللي هي في جنوب منطقة اليورو، تحديدا إيطاليا وأسبانيا. ولكن في رأيي أن سوف يكون في اتفاق ما قريبا، لأنه إذا لم يحصل اتفاق يمكن أن النزعة الشعبوية في إيطاليا تزيد بشكل كبير جدا. الكثير من الاقتصادات اليوم مرتبطة بسعر صرف الدولار، ولو أردنا الحديث عن المنطقة العربية وإيران وتركيا، كيف تقرأ حركة الأسواق في هذه المنطقة على المدى المتوسط والبعيد؟ إذا أخذنا الاقتصادات العربية هي منقسمة إلى مجموعتين، مجموعة معتمدة بشكل كبير جدا على دخل من النفط وهي مثلا مجموعة الخليج، وعندنا مجموعة أخرى معتمدة على تصدير العمالة بشكل كبير إلى هذه الدول. ودي المشكلة إنه النفط متدني، لا أعتقد أن أسعار النفط سوف ترجع كما عيدناها مثلا حتى في الربع الأخير من 2019، فبالتالي سوف تتأثر اقتصاداتها أيضا. ونقطة مهمة أيضا أن الاقتصادات التي عملتها مرتبطة بالدولار سوف تواجه مشاكل كبيرة جدا، خاصة أنه
قطاع السياحة مثلا، السياح سوف يفضلوا أن لا يأتوا إلى اقتصاد مربوط عملته بالدولار لأنه سوف يكون أغلى بطبيعة الحال. بالنسبة لإيران، يعني لسوء حظ إيران أنه الإدارة الأمريكية الحالية ليس لديها أي تعاطف مع الحكومة الإيرانية، لا تفرق كثيرا بين السياسة والجيوسياسة والظروف الإنسانية في الوقت الحالي. فحتى إذا ما قررت الولايات المتحدة أن تساعد إيران مثلا بالسماح لصندوق النقد الدولي أن يقدم بعض المساعدات، سوف يكون بمقابل تنازلات كبيرة جدا في اعتقادي إيران ليست جاهزة أن تعطيها. بالنسبة لتركيا عندها أكبر مشكلة وهي الريزيرفز، الاحتياطي النقدي من الدولارات، يعني قليل جدا مقارنة بالالتزامات عليها من ناحية سندات حكومية وسندات شركات في الفترة الحالية. هذا يضغط بشكل كبير جدا على الليرة التركية، و يعني هذا يضع الاقتصاد التركي أيضا في مخاطر. في الوقت الحالي المستثمرين ليس لديهم شهية لها. عمرو زكريا عبدو، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. شكرا لك.